مشهد انتخابي حذر ترقب وأمل بالنسبة للبعض. هذا ما يشهده لبنان اليوم، حيث بدأ المواطنون بالاقتراع على اختيار ممثليهم في مجلس النواب. بعد سلسلة طويلة من النكبات والكوارث الاقتصادية والأمنية والسياسية التي حلت في البلاد، انتخابات يختلف اللبنانيون حول مقدار الأمل فيها، فكثيرون في لبنان يريدون النجاة أخيراً من دوامة الأزمات. وجه الانتخابات اليوم ستنقله لنا الزميلة رينا دويهي بعد قليل. المزيد تنضم إلينا من بيروت مراسلة صباح العربية رينا دويهي. صباح انتخابي يا رينا، يسعد صباحك بكل أوقات. أجواء الانتخابات كيف تبدو من عندك؟ صباح النور سهام، صباح النور نادين. نعم بالفعل اليوم ينتخب اللبنانيون مجلسهم الجديد، برلمانهم الجديد، الذين يأملون أن يكون على قدر تطلعاتهم وأمالهم. انتخابات 2022 فيها حماسة مختلفة وفيها وجوه شبابية قد انبثقت من الشارع بعد انتفاضة 17 من تشرين. هذه الوجوه الشبابية نجدها أيضا بمطلق الأحوال بين أوساط أبناء وأحفاد العائلات التقليدية في لبنان بفعل التوريث السياسي، ففي عدة مناطق تختلف الوجوه ولكن تتكرر الأسماء. ولكن اللافت في هذه الانتخابات كانت بالمشاركة الكبيرة للمرأة التي تشكل حوالي 15%، وهي عالية مقارنة بالسنوات الماضية. يعني أكثر من 155 مرأة يخوضون اليوم غمار العمل السياسي، متسلحين بشهادات كبيرة وبمراكز مهمة. نذكر من بينهم مثلا البروفيسورة نجاة صليبة والأستاذة الجامعية حليمة قعقور، أيضا رئيسة جمعية كفى عنف واستغلال زويا روحانة، وللإعلام والإعلاميين والإعلاميات حصة الأسد. كثير من الإعلاميات والإعلاميات بشكل خاص يترشحون في لبنان. نذكر ليال بوكس في الشمال. نعم رينا، أنا حابة هيك يعني شوي اليوم تنقلي لنا الجوسبس اللي عم بتصير بين البيروتيين وبين اللبنانيين عموما، خصوصا في هاي الانتخابات. تحكي لنا وين توجهات الناخب، لمصلحة مين، شو عم يحكوا، شو عم بيقولوا؟ دخلتيني بالجوسبس وعم بتطلعيني من جو السياسي اللي بعدنا عم نشتغل عليه من امبارحه. بس بمطلق الاحوال الانتخابات هيدي كان عندها صعوبه بتنفيذها، صعوبات لوجستيه واداريه تتعلق بابسط الاشياء من تامين التيار الكهربائي على المراكز. بهيدي الحاله وبهيدي الاجواء كان في عندك جزء كثير كبير من اللبنانيين لم يحسموا حتى الان خياراتهم للانتخاب او لا. حتى يعني اللافت كان انه اول شيء كان في دعوات للمقاطعه، من ثم يعني جرى الاستعاضه عنا ودعوات تكثيف المشاركة وخصوصا في الشارع السني. بلبنان نادين يمكن اختصار المعركة بأنها يعني معركة وجود أصبحت بين من هو مع حزب الله أو ضد حزب الله. هذا هو العنوان العريض لهذه المعركة. يعني القوى التغييرية موجودة وموجودة بكثرة، وأكبر دليل على ذلك نسبة اللوائح الكبيرة مقارنة بالسنوات الماضية، ونصف هذه اللوائح يحمل عناوين تغييرية. ولكن إنما كثرة هذه القوى التغييرية قد تكون ليست لصالح هذه الفئة التي تسعى جاهدة للانخراط في العمل السياسي اللبناني، لأنه عدم يعني التحاق ببرنامج سياسي واحد يمكن أن يكون لمصلحة الأحزاب التقليدية، وبالتالي يمكن أن يشتتها بطريقة ما. بكل الأحوال التغيير يعني لا يحصل بين يوم وآخر. بانتخابات 2018 هناك مقعد واحد للقوى التغييرية شغلته النائب ولا يعقوبيان. قد نكون أمام مقاعد أكثر بهيدي الانتخابات. يعني بمطلق الأحوال التغيير والأمل يحتاج إلى قليل من الوقت في بلد يعيش على المحاصصة وعلى التوريث السياسي وعلى المحسوبيات. طيب رينا، هل الشارع اللبناني اليوم متحمس لهذه الانتخابات؟ يعني هذا الحماس نرصده بمراكز الاقتراع مع تقدم ساعات النهار. أنا الآن حيث أقف في جبيل، الإقبال يعني ملحوظ والنسبة مقبولة حتى الآن، ولكن هذا الحماس والرغبة في التغيير يترجم في الصناديق ومع تقدم ساعات النهار. طب رينا، كمان في شكاوي في مركز الاقتراع اللي انت موجودة فيه، في أي إشكالات حتى الساعة، رغم أنه الساعة الوقت مبكر؟
مركز الاقتراع الذي أنا فيه كان الشكاوى أنه الناس اعتادوا على سلوكه من المدخل الآخر، فبالتالي تجمعت الناس قبل دقائق من فتح الصناديق عند المدخل السفلي لهذا المركز، وبالتالي انتظروا طويلا قبل أن يعرفوا، ومن بينهم حتى رئيسة القلم، أنه المدخل الرئيسي هو من فوق. ولكن ألفت في الدائرة التي أنا أقف فيها أنه في قلم تأخر رئيس القلم أكثر من ساعة لفتح مركزه، وذلك في قلم الغابات في جبيل. وهنا يعني كان في كثير انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي وبين المواقع الإلكترونية التي تقول رئيس قلم الغابات في جبيل لا يزال نائما. طيب من الناحية الأمنية يا رينا، كيف يجري تأمين مراكز الاقتراع وكيف يبدو الوضع الأمني مع انطلاق عملية الاقتراع؟ أمنيا حرصت وزارة الداخلية والبلديات على تعزيزاتها الأمنية منذ مساء أمس التي انتشرت في كل المناطق اللبنانية. لم يسجل أي حتى الساعة في كل لبنان أي إشكال أمني يذكر. طبعا يعني لا تخلو الانتخابات من مناوشات، ولكن هناك خطة كانت للوزارة لضبط السلامة العامة في كل المناطق، مع تمييز المناطق حيث تشهد يعني بعض المشاكل مثل في البقاع أو في بعلبك وفي طرابلس. القوى الأمنية موجودة عند المداخل، المندمون متوفرون لمساعدة الناس وخاصة المسنين منهم. هذا المركز الذي أنا أقف فيه هناك تسهيلات المقعدين أو لكبار السن، وهذا شيء بغاية الأهمية. هناك أيضا إرشادات لكي لا يضيع أي صوت صدى، لأنه بالانتخابات الماضية كان في هناك الكثير من الأصوات التي صوتت بطريقة خاطئة، إما وضعت يعني صوتين تفضيليين، إما يعني انتخبت لائحتين، وبالتالي هذه الأصوات تعتبر ملغات. اليوم في إرشادات وفي محاولة للتوعية لكي لا يضيع صوت أي إنسان صدى. اليوم كل الأعين على لبنان يا رينا، خصوصا أن هذه الانتخابات تأتي بعد 4 أعوام من أحداث تلو الأحداث. شكرا رينا دويهي. وبعد أن استمعنا إلى رينا، نتوقف الآن مع صوت الناس. سألنا الشارع لو حكمت لبنان اليوم واحد ماذا تفعل؟ أول شيء بعمله ما بحبس الزعماء، لأن حرام دعانهم، لأن نحن اللي وصلناهم يعملوا فينا هيك. يعني بيجمع المناح اللي بزبط فيها البلد، هذا المهم. يعني زدت كل السياسيين بالسجن أول شغلة، وبجيب دم جديد، ناس جديدة ونظيفة. يكون متواضع متسامح مع هالشعب اللي هو عايش بهالأزمة الصعبة. شوف الشيء بيخدم المواطن بدي أخدمه، لأنه المواطن مات وما حدا سأل عنه. هاختصرها بكلمتان، بعدهم طائفية، نقطة على الصدر.